السلام عليكم، كيف عاملين؟ تنتمنى كاملين تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة، ومبروك عواشركم ومبروك رمضان، والله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وبطولة العمر يا ربي وبصالح الأعمال، ويا ربي يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنى يدخل عليكم كاملين، عليكم وعلى عائلاتكم باش ما تتمنوا يا ربي. اليوم إن شاء الله فيديو جديد في القناة. اليوم فيديو هذا الفيديو كانت واحد الأخت سارة اللي كانت دابا تشوف في الفيديو، كانت قالت لي امينه ديما تنقول لك حطي لينا فيديو على الموضوع ديال البواسير وما حطيتيش، وتتحطي دي فيديو واحدين اخرين وما درتيش. ماشي ما درتوش، راه كاينين دي فيديو انا اللي ديجا مصوراهم، ولكن ما في ضيق الوقت ما عنديش كيفاش ندير لهم مونتاج ونحطهم. يعني بعض المرات يكون فيديو مثلا تنكون تنصور فيه ما تيجيش شي حد تيقاطعني، يعني تيكون الفيديو مقاد تنجي تنلوحو. وكاينين دي فيديو اللي باقا والله الا مصوراهم ومازال ما درتش ليهم المونتاج، حيت بعض المرات تيجي شخص ما يمكنش لك تبقى شاد تتهضر مثلا في الموضوع وانسان تيتسنى فيك. يعني هذا الشيء علاش كاين دي فيديو اللي عندي مقطعين باقا ما درتش ليهم المونتاج وحطيتهم. كاينين ان شاء الله اغلبيتهم منكم نتوما اللي طلبتوهم ونتوما اللي قلتوا لي ديروهم. الاخت ساره ما تقلقيش مني، راغي ماشي حيت سبقت شي على شي كيف ما قلتو، ولكن لا راغي حيت ما جانيش هذا، ما كاينش الوقت كيفاش ندير المونتاج وصافي، غير ضيقت الوقت وهذا الشيء اللي كاين. اليوم ان شاء الله البنات غنتكلم لكم على موضوع ديال البواسير، خصوصا دابا حنا في رمضان تيعانوا بينه بزاف ديال الناس. غنتكلم لكم عليه، شنو هما الاسباب ديالو وكيفاش شنو الاعراض ديالو، مناش تيجيو البواسير وشنو الاعراض ديالو وكيفاش هما الدرجات ديالهم وكيفاش نقدروا نتفاداوهم. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش هكذا تستافدوا اكثر، وما تبخلوش عليا بالجيم ديالكم الفيديو باش هكذا يطلع للناس اكثر، وابوني الناس اللي مازال ما داروش ليا ابوني القناه ديالي، يديروا ليا ابوني، تنتمنى المحتوى يعجبكم، وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش هكذا تستافدوا اكثر. اول حاجه شنو هي هذه البواسير؟ البواسير عباره عن واحد الكتله اللي هي لحميه عامره لينا بالاوعيه الدمويه، وتتواجد لينا في الشرج ديالنا. يمكن ليها تجي الكبير، يمكن ليها تجي الناس اللي كبارين في السن، يمكن ليها تجي الرجال، يمكن ليها تجي النساء، يمكن ليها تجي النساء حوامل، يمكن ليها تجي كذلك النساء اللي تكونوا يلاه والدين. واغلبيه تجي النساء اللي تكونوا والدين طبيعيا اكثر من النساء اللي تكونوا والدين بعمليه قيصريه. والنساء الحوامل والنساء اللي والدين تتكون عندهم غير هذوك البواسير غير بحال واحد الفتره، ومن بعد تتحيد، من بعد ما تتبقاش، يعني ما تاخذش مده طويله عكس الناس الاخرين العاديين اللي هكا. النساء الحوامل تيجوهم من هذاك الضغط ديال الجنين تينزل ليهم وتيعمل ليهم واحد الضغط، هذاك هو اللي تيولد ليهم البواسير. والنساء اللي تيكونوا والدين تيجوهم من هذاك كيف تنقولوا تيضغطوا وهكا باش يولدوا طبيعيا، تيولد لهم واحد الضغط في هذيك المنطقه هي اللي تتخرج لهم البواسير. كيف قلت لكم البواسير واحد الكتله اللي هي لحميه وفيها مجموعه عامره بالاوعيه الدمويه، وتتكون يا خارجيه يا داخليه. البواسير الداخليه واللي اغلبيه تعانيو منها هذيك تتكون داخل الشرج ديالنا مغطاه بواحد الغلاف، والبواسير اللي تتكون خارجيه تتكون على شكل خارج الشرج، تيكون بحال مغطاه بحال بواحد الجلده، يعني مغطاه بحال بواحد الجليدات، هذيك خارجيه. وبعض المرات هي تيكون العدد ديالهم ثلاثة، في الاغلب اغلبيه تيكونوا ثلاثة. وكيف قلت لكم الخارجيه تتعطي الام وحريق بزاف، يعني اغلبيه تتعطي الالام وهكا الحريق للناس بزاف. دابا عرفنا كاينه الخارجيه وكاينه الداخليه، حيت الناس ما تعرفوهاش، يعني تقول لك تجي عندك تقول لك انا ما عرفتهاش واش داخليه ولا خارجيه. الداخليه تتكون داخل الشرج، والخارجيه تتكون خارجة، تتكون بحال الكتل، واحد الكتل اللحمية تتكون خارجة على محيطة بالفتحة ديال الشرج. والبواسير درجات، كاين الدرجة الأولى وكاين الدرجة الثانية وكاين الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة. والدرجة الثالثة والرابعة هذيك
تولي الانسان ملتجئ للعملية. يعني انا نصيحتي لكم انكم من يبداو البواسير تاخذوا ليهم الدواء ولا تمشوا عند الطبيب وتشوفوا باش هكذا ما توصلوش للدرجة الثالثة والدرجة الرابعة. البواسير كيف قلت لكم راهم درجات، كاينه البواسير اللي مثلا من تندخلوا للحمام تتخرج ولكن تتعود ترجع بوحديتها، هذه الدرجه الاولى، يعني تجي وتتمشي، هذه الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه كاينه اللي مثلا عند من تندخلوا للحمام تتخرج ولكن تضطر انك تدخلها، مثلا تضطر المريض يدخلها بالاسبوع ديالو وتدخل. والدرجه الثالثه والرابعه تتكون تتخرج لينا وتتبقى. كاين اللي الدرجه الثانيه تتخرج وتتبقى ما بين ما خارجه ما داخله وتتبقى تما، هذيك تتسبب انتفاخ، تتسبب بزاف المشاكل للمريض. والدرجه الرابعه واللي هي خيبه تتخرج لينا هذيك الكتل وتبقى وتسبب لينا واحد الالتهاب في المنطقه وواحد الحكه شديده وواحد الحرق. يعني نحاولوا اننا ما نوصلوش حتى لهاد الدرجه عاد ناخذوا الدواء، ولا ما نوصلوش حتى لهاد الدرجه عاد نمشيو عند الطبيب. يعني من الاحسن انكم تكون يلا بداكم تمشيو عند الطبيب. شنو هما الاعراض ديالها باش غنعرفوا مثلا راه حنايا فينا مثلا هاد البواسير؟ تيخرج لينا واحد نزول واحد الدم، وهذاك اللون ديال الدم تيكون فاتح، مثلا بحال من تنجرحوا الاسبوع ديالنا تيخرج واحد الدم اللي فاتح. انا تنحاول نبسط لكم باش كلشي فاهمني. تيخرج واحد الدم فاتح من الصبع ديالنا، هذاك هو اللون ديال البواسير او اعراض البواسير، خروج هذاك الدم فاتح. كذلك تيكون واحد خروج ديال واحد الكتل، كتل في الشرج ديالنا، هذاك كذلك راه اعراض ديال البواسير. وكاين واحد تيخرج لينا واحد الافرازات مخاطيه من المخرج ديالنا تتسبب لينا واحد الحكه وواحد الالتهاب، هذوك راه اعراض ديال البواسير. يعني كاينين بعض الناس اللي تيخلطوا ما بين هاد الامور، تتقول لك انا في حكه في المخرج ديالي وهي راه ما عرفهاش راها بواسير، راه تتقول لك يمكن غير من كليت الحلاوه بزاف وغي ديدان. لا، راه كاين الناس اللي تيعانيوا من هاد المشكل ديال الحكه تتكون حكه خارجيه وتتسبب لهم واحد الاحمرار واحد الالتهاب خارجي، هذوك راه اعراض ديال البواسير. يعني خصنا نعرفوا حتى هذه النقطه، راه بزاف الناس ما عارفينهاش ويقدروا يكونوا خاطئين فيها، تقول لك هاي التهاب ولا شي حاجه. وهذا الالتهاب وهذا النقطه هذه اللي بغيت نشرح لكم، كاينين بعض النساء الرجال اللي تيكونوا كبار في السن وهكا اغلبيه تتوقع لهم، تتكون واحد الكتل تنخلطوا ما بين كتل اللي هي بواسير والكتل اللي هي سرطانيه. كاينين بعض الانواع ديال الناس تيكونوا مرادين في الـ في الـ في الـ هذا، تيكون واحد الكتل لحميه دايره بالشرج ديالنا وتتكون ملتهبه ومتنفخه بزاف، هذيك ضروري خاصنا نمشيو عند الطبيب باش نعرفوها، راه تتكون بعض المرات كتل اللي هي سرطانيه ماشي بواسير. يعني من يجيكم بحال هكا وتكثر وتبقى لمده طويله، نحاولوا اننا نمشيو عند الطبيب باش نعرفوا واش هي بواسير ولا هي كتل سرطانيه. ولكن راه تيكون باين، تتكون هذوك الكتل تتكون ملتهبه، تتكون حمراء بزاف، تيكون حكه فيها بزاف، تتبدا تسيل لينا، هذوك تتكون كتل اللي هي سرطانيه. يعني ما نحاولوش اننا نخليو الدرجه ديال البواسير توصل حتى للدرجه الرابعه. يعني الانسان من يلاه تيجوه يمشي ياخذ واحد، انا دابا نوريكم اللي كاينين في الصيدليه اللي متواجدين عندنا حاليا دابا في الصيدليه، وكاينين هما تتمشي عند الطبيب تيخرج لك الدواء وتتستعمله وتتولي مزيان، ما تتفوتش فيه 5 ايام 6 ايام تتولي مزيان. شنو الاسباب ديال البواسير؟ اسباب، اول سبب هو الامساك. كيف قلت لكم من الاسباب ديال البواسير هو الامساك، القبض، خصوصا حنا في رمضان دابا راه اغلبيه تيعانيو من هذا المشكل، حيت تكون قله ديال شرب الماء، ما تنشربوش الماء بزاف، ما تناخذوش السوائل بزاف. يعني الناس اللي تيعانيو من مشكل ديال البواسير راه الامساك هو السبب، اول سبب للبواسير هو الامساك. عاد كيف قلت لكم بالنسبه للنساء الحوامل والنساء اللي تيكون والدي، راه تيكون المشكل ديال الولاده ولا ديال الجنين تيكون تيضغط عليهم على هذوك الاوعيه وتتولي واحد الكتله واحد الانتفاخ تما. يعني خصنا نحاولوا نتجنبوا انه يكون عندنا امساك، يكون عندنا القبض، نشربوا الماء بزاف، جوج اطروطه ثلاثه اطرو في النهار. غتقولوا لي مع رمضان ما غنشربوش الماء بزاف، يعني حاولوا انكم تشربوا الماء بزاف، تشربوا السوائل بزاف، ناخذوا الخضره بزاف،
يكون عندنا واحد النظام غذائي اللي متوازن، يعني فيه الخضره بزاف، يعني نحاولوا ناكلوا الحوايج اللي فيها خضره، ما ناكلوش الحوايج اللي فيها لي بات. الخبز يكون من القمح الكامل، ما يكونش الابيض، يعني يكون الاسمر. الناس اللي تكون عندهم الوزن الزائد راه كذلك من الاسباب ديال البواسير، نحاولوا اننا نقصوا من الوزن ديالنا ونتمشوا البنات الرياضه. الرياضه واحد ثلث ساعه، واحد ساعه في النهار ديال الرياضه، راه غتلاحظوا واحد الفرق بان ما بقاش هذوك الانتفاخ ديال هذوك البواسير. يعني الرياضه مهمه للناس اللي تعانيوا من مشكل ديال البواسير، تي بحال تنقولوا هذوك الانتفاخ ديال الاوعيه ما تبقاش، يعني تيبدا غادي وتينقص وما تتبقاش تعاني من هذيك الحده ديال البواسير كيف ما الاول. يعني نشربوا الماء بزاف، ناكلوا خضر، ما ناكلوش الحوايج اللي فيها النشا بزاف، لي بات والوجبات السريعه وهكا. نحاولوا اننا نديروا واحد النظام غذائي اللي ما يسببش لينا في الامساك، وهو ما غاديش يجينا بواسير. كذلك من الاسباب الجلوس بزاف، الناس حاولوا انكم تحركوا. انا من الناس اللي ما تنجلش بزاف، يعني تنحاول انني نتحرك من تندخل وانا تنتحرك وتنبقى واقفه، يعني ما تنجلس بزاف، يعني نحاولوا اننا ما نجلسوش، يعني ما نبركوش واحد المده اللي طويله، راه هي حتى هي كذلك تتسبب لنا واحد الضغط في المنطقه وتتسبب عليه بواسير. كاين كذلك نحاولوا اننا تكون واحد النظافه اللي المنطقه، يكون واحد النظافه زعما عندنا فوطه ديالنا بوحديتنا، عندنا واحد الغاسون نغسلوا به. غنعطيكم واحد الفكره بالنسبه للناس اللي تعانوا من هذا المشكل ديال البواسير، نحاولوا اننا نشدوا واحد جوج ديال بحال البانيوات بحال هكا، نديروا واحد فيه الماء بارد معتدل ونديروا واحد فيه الماء سخون. فيه الماء سخون، هذاك اللي فيه الماء سخون نديروا فيه بيتادين غوش، يعني الاحمر، نكبوه فيه ونحاولوا اننا نجلسوا واحد دقيقه هنا ودقيقه هنا. هادو الناس اللي تعانوا من بواسير بزاف، يعني تي هكا دير تجلس هنا واحد دقيقه وتعاود تجلس هنا واحد دقيقه، غتلاحظوا ان هذاك الالم ما بقاش عندكم بزاف. الماء تيكون سخون شويه وما دافي، يعني شويه هنا وشويه في الماء البارد. غدا نوريكم بعض الادويه اللي تتحيد لنا الحريق، واللي تخرجوها اغلبيه ديال الاطباء، يعني تيحاولوا تخرجوها للناس اللي عندهم البواسير من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. اما الدرجه الرابعه كيف قلت لكم راه هذيك تصلح معها غير عمليه. الدرجه الاولى والدرجه الثانيه تيحاولوا انهم تعطونا دي كومبريمي كينات، وتعطونا قويلبات وبوماده للمنطقه باش تهدنوا علينا هذاك الحريق بحال المخدرات الموضعيه، وما تبقاش هذاك الانتفاخ وما تبقاش الحريق. انا غنوريهم لكم، كاينين بعض لي كريم ما عندناش دابا، كاينين ما عنديش دابا متواجدين باش نوريه لكم. غنوريكم اغلبيه اللي تخرجوا الاطباء، كاين تيتانوغين هذا هو والقويلبات ديالو اللي بغى يصورهم، هادو ما عرفتش واش تيبانوا لكم، نحاول نصورهم لكم نخليو لكم في اخر الفيديو. وكاين هادو حتى هما تيخرجوا بزاف، وكاينين هادو، هادو ديما قويلبات والبوماده ديالهم، وكاينه هادي اللي بغى يصور. وبالنسبه الكينات هادو يعني من المستحسن ان احنا ما تنخرجوهمش كونسي، يعني اغلبيه تيكتبهم الطبيب هو اللي تيكتبهم، حتى ما تتعرفوش الشخص اللي قدامك واش مريض، واش عنده مشكل في القلب، عنده مشكل في في الدم ديالو، واش عنده مشكل في الكبد ولا مشكل في هكا، يعني ما تنجيوش وتنعطوهم ليهم حنا كونسي، يعني الطبيب اللي تيخرجوهم ليهم هما اللي تياخذوهم، لان هادو تيحاولوا انهم تيفشوا هذاك الكتله ما تتبقاش عامره وما تتبقاش منتفخه وتتسبب لنا الحريق وهكا، يعني تي ضروري الطبيب تيخرجهم، يعني اغلبيه تيكون الطبيب اللي تيخرجهم هذاك الشيء. علاش تتمنى من الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي جيم وبلي البارطاج ديالكم، الى فيديو قادم باذن الله.